أعلن المهندس أحمد عبد العزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني تأهيل عدد من الشركات والمكاتب الاستشارية المتخصصة في مجال الدراسات المرورية بهدف تمكين القطاع الخاص من اختيار الشركة الاستشارية الأنسب لإعداد الدراسات المرورية للمشاريع الاستثمارية. وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف المهندس فراس أمين نائب رئيس التنفيذي للتخطيط العمراني في هيئة التخطيط والتطوير العمراني. إذا نرحب بك مهندس في نشرة الثالثة، هل أخبرتنا ما أهمية مشروع تأهيل الشركات والمكاتب الاستشارية المتخصصة في مجالات الدراسات المرورية؟ في البداية أشكر تلفزيون البحرين على إتاحة هذه الفرصة للحديث حول هذا المشروع المهم، حيث يعتبر مشروع تأهيل الشركات الاستشارية لمشاريع الدراسات المرورية من المشاريع الهامة للهيئة، وذلك في سبيل تعزيز الشراكة ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في مملكة البحرين لدعم الاقتصاد الوطني. وقد قامت الهيئة بطرح مناقصة عامة للتأهيل المسبق للشركات الاستشارية المؤهلة لإعداد الدراسات المرورية بشتى أنواعها تحت إشراف واعتماد مجلس المناقصات والمزايدات، وذلك بموجب اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية وقرار مجلس المناقصات والمزايدات رقم 1 لسنة 2011. وفي ضوء هذه المناقصة فقد تم تأهيل مجموعة من الشركات المتقدمة بالعطاءات للانضمام إلى قائمة الشركات الاستشارية المؤهلة لإعداد تلك الدراسات المرورية. بتكون الفائدة المرجوة إن شاء الله من تأهيل هذه الشركات هو خلق بيئة استثمارية آمنة وضمان سرعة وسهولة حصول المستثمرين على الخدمات المطلوبة وإنجاز المعاملات بيسر، كما سيختصر إجراءات المناقصات الحكومية التي تتضمن إعداد دراسات مرورية، وسوف يسهل الوصول للشركات المعتمدة ويضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية بصورة سريعة. وفي الختام أكرر شكري لكم على هذه الاستضافة وتقبلوا مني خالص التحية وشكرا. المهندس فراس أمين نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط العمراني في هيئة التخطيط والتطوير العمراني، شكرا جزيلا لك.